بصوا الفريق فعلا يعني هنتكلم قدم مباراة قوية جدا وكمان في فكرة هنا ظل رغبته في حصد البطولة، يعني ان هو كمان يسعد الجماهير بلقب بطولة هنا دوري المرتبط بنتكلم. وزي ما قال كابتن علي هاشم المدير الفني للفريق، قال ان هو استعد للمباراة دي بشكل خاص وان الاهلي بيتطلع لحصد كل الالقاب هذا الموسم. ده حاجة طبعا محترمة جدا، وان الجميع تعاهد على عدم التنازل عن التتويج بباقي البطولات هذا الموسم. فبنقول لهم احنا بدورنا بالتوفيق ليكم ان شاء الله ومزيد ومزيد من البطولات.